السلام عليكم. توقف الطواف بالكعبة عدة مرات على مر التاريخ، تعالوا معنا لنشاهد هذه المرات. سنة 317 هجرية، حادثة القرامطة، وهم أخطر فرقة من الشيعة، منعوا الحج، يقال 10 أعوام أو أكثر لاعتبارهم الحج من الأعمال الجاهلية. قتلوا وذبحوا الحجاج على جدران الكعبة، وسرقوا الحجر الأسود 20 عاما حتى دفع لهم ذهبا فأرجعوه. توقف الحج سنة 1814 بسبب الطاعون. توقف سنة 1883 بسبب تفشي داء الكوليرا فعطل الحج. في سنة 1979 حادثة جهيمان العتيبي، توقف الطواف بالكعبة والصلاة في الحرمين الشريفين لمدة أسبوعين. في سنة 2017 توقف الطواف بالكعبة للحظات بسبب الازدحام الشديد. توقف الطواف عدة مرات بسبب الفيضانات والسيول التي أغرقت الكعبة لعدة مرات عبر التاريخ. كل هذا ولم تتوقف حركة الأرض والقمر، ولم تسقط الأجرام، فلا داعي للتهويل والدراما، كل شيء عند الله مكتوب في سطور.